يوم اتخذت قرار المشاركة في اختبارات عرب ايدول كان بهدف اني نحقق حلم كبير عاش وكبر معايا من طفولتي. الحلم هو اني نغني قدام الناس وقدام اللجنة. حسيت اني على بعد خطوات من تحقيقه. غنيت كأني غنغني لآخر مرة، لأنه فعلاً عرب ايدول فرصة كتجي مرة واحدة في العمر. تركت مجال السياحة ومشيت لبيروت، ماشي باش ندير سياحة ولكن باش نتحدى ونافس لوصول الحلم ديالي. كنت ديما كنقول اني ما كنبغيش ندوز مرور الكرام. انت ننتظر منك تغني الاجمل، وفعلا ما مريتش مرور الكرام في حتى شي مرحله. وباش ندوز من مباشر للثاني، جا دوركم توصلوني بتصويتكم على رقم 16. انا كوثر براني من المملكه المغربيه.